الساحة الفنية والإبداعية والثقافية فقدت عالم من أعلام المسرح المغربي، أعطى الكثير للإبداع الثقافي، أعطى الكثير للإبداع الفني، وأعطى الكثير للإبداع المسرحي. أثرى النقاش المرتبط بالثقافة في شقه المتعلق بالمسرح، واليوم الساحة المسرحية والفنية حزينة بفقدانها لعالم من أعلام المسرح. إنا لله وإنا راجعون. رحم الله المرحوم، كما يعلم الجميع المرحوم كان رجل طيب ورجل حنكة ورجل علم وفن، وكان يحترم من الجميع لا من طرف العائلة الصغيرة والكبيرة. نتمنى من الله عز وجل أن يرحمه، وعزانا الأسرة الصغيرة والكبيرة. وأيامه الأخيرة كان في حالة مرض، وكان متيقن بالله الحمد لله، وهذه من سمات الإنسان المسلم اليقين، رحمه الله في هذا اليوم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.